حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام في هذه التغطية الخاصة بعد تقديم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية في خيمة مندلبليت لوائح اتهام ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. من المتوقع أن يلقي نتنياهو بعد قليل كلمة له ردا على توجيه لوائح اتهام ضده من قبل المستشار القضائي. الخوض في العمق ينضم إلينا هنا في الاستوديو السيد نفتالي بن سيمون الإعلامي والمرشح السابق في حزب الليكود، مرحبا بك. السيدة راحيل عزاري عضو الكنيسة السابقة، مرحبا بك. والسيد شكيب شنان خبير الشؤون السياسية الإسرائيلية. السيدة راحيل دعيني أبدأ معك، ماذا سيحدث الآن بعد تقديم لوائح الاتهام ضد بنيامين نتنياهو برأيك؟ أعتقد أنه أكثر من أي شيء ما سيحدث الآن هو أننا سنرى انقساما كبيرا وشركة كبيرة في المجتمع الإسرائيلي. سنرى بعض الأشخاص الذين يؤمنون يصدقون المستشار النائب العام والكثيرون لا يؤمنون للمستشار القضائي. أعتقد أن نواجه الكثير من التحديات الجدية. آمل أن تكون هناك بعض الاقتراحات التي ستسمح لنتنياهو وتعطيه فرصة ليغادر الحيز العام بشكل هادئ جدا، لأنه عدا عن ذلك أعتقد أنه سيكون هناك ربما سنة أو سنتين صاخبتين وصعبتين وكثيرتين بالتحديات وربما حتى شجارات داخل المجتمع الإسرائيلي. استمرارا لأقوال راحيل كنت لأقول أن الجملتين الأولتين التي يجب أن يقولهما رئيس الحكومة نتنياهو في مؤتمر صحفي سيحددان الدرب والمسار. في حال جاء وقال إنه يغادر الحياة السياسية ليهتم بشؤونه الخاصة بسبب الاتهامات الخطيرة، أو أنه سيأتي ويقول أنه يقومون بخياطة اتهامات وتلفيق التهم لي وأطالب جمهوري بالخروج ضدها وسأحارب هذه التهم حتى النهاية كرئيس حكومة. في حال حدث هذا الأمر أعتقد أن هذا الأمر لا يشير إلى خط صحيح وجيد. أعتقد أنه أيضا في الليكود يفهمون أن اليوم وقع ما، إنها بداية نهاية حكومة نتنياهو. وبالطبع سيأتي شخص سيتحلى بالجرأة الجماهيرية ويخرج ويقول عدا عن جيدعون سعر هذه خرج وقالها سيد رئيس الحكومة حان الوقت لتغادر المنصب. ما الذي قد يحرك جيدعون سعر في حزب الليكود برأيك في هذا التوقيت بالتحديد؟ قبل كل شيء لديه حقوق المنتجين. هو أول من قال أنه يريد أن ينافس رئيس الحكومة. حتى ذلك الوقت في الليكود لم يكن هناك من يجرؤ على التفكير بذلك. صحيح قبل شهر ونصف، وأيضا بالأمس في مؤتمر جيروزاليم بوست. لذلك للجرأة الجماهيرية التي تحلى بها جيدعون سار فهو يستحق أن ينافس على قيادة الليكود. ويوجد عدد ليس بقليل من يرغبون بالمنافسة، ولكن أعتقد أنه الأول الذي أطلق هذا السهم باتجاه الديمقراطية داخل الليكود التي لم تكن قائمة منذ سنين طويلة تحت حكومة من يعتقد أنه كانت ديمقراطية تحت حكم نتنياهو في الليكود كان مخطئا، لأن نتنياهو قرر كل شيء ونفذ كل ما يحلو له، وكان يعتقد أن هذا الاحتفالية ستستمر إلى الأبد. المستشار القضائي الحكومة وضع حدا لهذا الاحتفال الآن، هذه الحفلة اليوم، وأتمنى أن يتحلى رئيس الحكومة بالقيادة ويتخذ فعلا ما. أعتقد أنه يوجد لدى جيدعون سعر احتمالات ليست سيئة أن يقود حكومة ائتلافية في الفترة السياسية والوضع السياسي الذي نتواجد به الآن. سيد شنان، كيف ستؤثر تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو في المسار السياسي الحالي الآن؟ دعني أقول على صعيدين، على صعيد الداخلي في الليكود لن يستطع نتنياهو أن يقف مرة وثانية ويقول لجمهوره لن يكون شيء لأنه لا يوجد شيء. هنالك واقع أقرب مقربي، يعني مين اللي عين أفيخاي مندلبليت ولماذا عينه؟ ظنا منه أن أفيخاي مندلبليت قد يذهب لمساعدته. من عين روني الشيخ ولماذا عينه؟ من لم يطول فترة تفويض روني الشيخ كمفوض عام للشرطة في إسرائيل؟ كل هذه الأمور، من عين مراقب الدولة ولماذا؟ كل التعيينات التي قام بها نتنياهو في الفترة الأخيرة كانت بهدف محاولة إبعاد غضب الاتهام ضده. أكثر من ذلك، ذهب إلى انتخابات لكي
يتحاشى إمكانية تقديم لائحة التحام ضده. طلب تأجيل إعطاء المواد القانونية للمحامين للمتهمين الآخرين خشية أن يتم تسريب ذلك. كل هذه الأمور عم فعلها محاولة فرض موضوع قانون الحصاني. نعم. كل هذه الأمور أصبحت خبر كان من دلبلت الآن وبعد يوم من انتهاء المهمة جانس تشكيل الحكومة قرر الإعلان عن ذلك. لو أنه يعلن امبارح كان الوضع يختلف. لحد امبارح كان رئيس لجنة الكنيسة هو من قبل السيد بيني جانس. بيني جانس انتهت مهلة تفويضي، لذلك اليوم في مشكلة كبيرة. يعني قضية إحنا في إحدى ثلاث مجالات. نعم. المجال الأول ولا يهم ما سيقول، هل سيعلن عن رغبته في الحفاظ على حصانته؟ وعندها لا توجد لجنة في الكنيسة لتبت في موضوع حصانته، لا توجد لجنة كنيسة. الأخت رحيل عزالي تعرف ذلك، وأنا كعضو كنيسة سابق كلانا يعلم أنه من يبت في موضوع استمرار حصانة نائب البرلمان نعم أم لا هي لجنة الكنيسة، ولا توجد لجنة كنيسة. يعني الأمور نحو الانتخابات القادمة إن حدثت الانتظار لها. وماذا سيقول الجمهور؟ نتنياهو في مأزق، وبغض النظر يعني أنا لا أوافق سيد نفتالي بن سيمون، هنالك سيكون في داخل الليكود أصوات إضافية تقوم، والآن لا يوجد خلاف أو صراع بين الورثة أو ينتظرون الفرصة. يعني كان جلعاد أردان أو إسرائيل كاتس أو أي نائب برلمان آخر ماذا يقول؟ أنا لا أريد الآن أن أفصح برأيي، أريد أن أنتظر القرار. الآن يوجد قرار، ماذا عليك أن تفعل كقائد؟ ما هو مستقبل حزب الليكود بعد ذلك؟ لذلك ما قاله بالنسبة لجدعون سعر هو شيء مهم جدا. جدعون سعر ليس فقط سباقا في اتخاذ القرار، جدعون سعر أثبت أنه قائد ولديه الفرصة أن يكون البديل الوحيد لنتنياهو. الآخرين الذين مثل نير بركات ومثل إسرائيل كات ومثل جلعاد أردان وكل حتى ميري ريجيف وكل الشخصيات التي تلاعبت بالكلمات ودافعت عن نتنياهو لم يبقى لديهم الآن، ماذا سيقولون؟ طيب سيدة راحل أنتقل إليك برأيك، هل ستقف الساعة الآن في 21 يوم القادمة وبالنهاية الأمور تتجه نحو انتخابات ثالثة، أم أن حزب الليكود برأيك قد يحدث تغيير وبالتالي إمكانية الحديث عن حكومة في هذه الفترة؟ هناك مسألة انتخابات داخلية في الليكود، ولكن يوجد أيضا مسألة توقيع أعضاء الكنيسة، وهنا المسألة معقدة جدا وبالإمكان التوقيع والالتزام وفيما بعد تصويب بشكل مختلف. لذلك أنك وقعت لأجل لعضو كنيسة معينة هذا لا يعني أنك يجب أن تصوت له. في حالة عدم اليقين لا أستطيع أن أرى أن هناك شخص يستطيع أن يوحد الجميع حوله إلا في حال نجح غانتس أن يجمع مجموعة من الليكود ويضمها إليه، وهذا سيكون صعبا جدا. سيكون من الصعب جدا أن تضمن عهدة إضافية، لأن حتى كهولفان لا تملك أي ضمان لاستمراريتها. لذلك أنا أستصعب أن أرى سيناريو مختلف وتغيير دراماتيكي، ولكن من المرجح هو أن قطار انتخابات قد بدأ السير وانطلق من المحطة. ستمر هذه الأيام ويعود نتنياهو للجولة انتخابية أخرى، وسنرى كيف تتطور الأمور. أمل جدا أن يكون هناك اقتراح ما يسمح له بأن ينزل من المنصة العامة باحترام دون أن يقبع في السجن، وهذا ليس جيدا أيضا لإسرائيل. ونتنياهو لا، ليس مسألة عدل من ناحية العدل، الجواب واضح، ولكن من ناحية مصلحة دولة إسرائيل في هذه المرحلة وبالنسبة لكيفية نتعامل مع الواقع، أولمرت في هذه بهذا المفهوم كما بالاستقالة. نتنياهو سيتمسك بمنصبه ولن يستقيل، وبالنسبة له سيكون فوضى كبيرة في عند مغادرته، وذلك فإن مصلحتنا كدولة أن تكون فوضى بأقل درجة عندما يستقيل. هل هذا يقرب إسرائيل من سيناريو الانتخابات الثالث لا محالة؟
لا أنا ما ماش لو رؤية. كلا لا أرى أن هذا السيناريو يأخذ بالاقتراب. أعتقده أن أمرا واحدا من شأنه ربما أن يحدث ولا نتفاجأ في حال تم في بداية الأسبوع المقبل أن الأحزاب الحريديم اليهود المتزمتين سيعلن نتنياهو شكرا على هذه الكتلة على هذا المعسكر لسنا منتمين إليه بعد الآن كنا معك في الكتلة في المعسكر طالما لم تكن هذه الاتهامات وكان بإمكاننا أن نبني نوع من البناء السياسي أو الجسم السياسي الآن نحن لا نلتزم بذلك تم تحريرنا لأنه إذا كان كاتس إسرائيل كاتس أو جدعون ساعر لا يوجد التزام من قبلنا تجاهه كان الالتزام فقط لنتنياهو وفقط لنتنياهو ولذلك فإن نتنياهو بعد لائحة اتهام خطيرة لهذا الحد أعتقد أن ستحدث تطورات أيضا في داخل الأحزاب الحردية التي ستقول أن اللعبة اختفت لم تكن موضوع نتنياهو بالتحديد بأنه يحافظ على كتلة اليمين حتى الأحزاب المتدينة والحريدية يرفضون أشخاص من داخل كحلفاء والعكس صحيح وحتى موضوع ليبرمان إن أرادوا التحالف معه يديدي أيكار صديقي العزيز أكل متخيل ونجمع كل شيء يبدأ وينتهي بشخص واحد يدعى بنيامين نتنياهو حتى قبل ساعة زي قد لفني شاعة حتى قبل ساعة. حتى قبل ساعة كل المنظومة السياسية كانت تدور في فلك شخص واحد هو بنيامين نتنياهو لم يكن بالإمكان التحرك دون قول منه أو قرار منه انتهت هذه اللعبة وذلك فإن اللعبة تفتح على مصراعيها من جديد وأقول لك يتوقع الكثير من المفاجآت ولا أرى سيناريو انتخابات في الأفق وإنما سيناريو تشكيل حكومة وسيختار يتم اختيار شخص آخر ولكن أكرر لك غانس لم يقل كلمته الأخيرة ربما استفاق من سمعته في الساعة الأخيرة أن ينجح غانس الآن تشكيل حكومة لا أقول الواقع السياسي الذي نعيشه الآن يختلف هذا السؤال كيف نعيش في واقع سياسي الحكومة نعيش في واقع سياسي جديد لم يكن له سابقة في تاريخ دولة إسرائيل لأول مرة نحن ندخل إلى فترة 21 يوم بعد التفويض مرتين لذلك اليوم الحديث بعد لقاء رئيس الدولة ريفلين مع رئيس الكنيسة بعد ظهر اليوم اللعبة دخلت إلى ساحة البرلمان ومن يحصل الرقم المطلوب هو توقيع رقم 61 توقيع طب بتقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو كيف سيؤثر ذلك أو يساعد في تشكيل 61 اللعبة الآن في داخل الليكود شكيب ام خبري كنيسه للليكود لو يتمدوا يوتر من نتنياهو لن يستميتوا لاجل نتنياهو لن يستميتوا لن يفعلوا ذلك هذا ما اقوله لم يعد لديه اي كلمه على اعضاء الكنيسه هناك فرق واحد فقط انه في حال تمت انتخابات بدون نتنياهو هناك يحظى الليكود بعدد اقل من المقاعد وهذا يعرفه كل اعضاء الليكود لذلك راح ارى احتمال بان نتنياهو ينافس في الانتخابات المقبله كرئيس للليكود على رئاسة الحكومة عندما يحمل على ظهر هذه الحرزبة بأن لا أحد اتهام جماهيرية كهذه هو جنتلمان بما فيه الكفاية ورجل من لاتخاذ القرار أولا لا أعتقد أنه سيستقيل بهذه السرعة ثانيا أعتقد أنه يعمل مسلسلات أعمال لنزع شرعية الجهاز القضائي والنيابة العامة ونزع شرعية مندلبيت وحتى لن يمر يقول لها لن يمر أعتقده نعم دعونا ننتقل مباشرة إلى كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المنتظر أعمل هنا في على المستويات الدولية لأحولنا إلى قوة عالمية هذا بالضبط وأنني فخور جدا بإنجازاتنا ولكني مجبر على أن أقول لكم إنه يوم صعب جدا وأعرف أنه صعب جدا للكثير من الأشخاص الذين يدعمونني ويحبونني وأريد أن أقول لكم بعض الأشياء من القلب أحترم الجهاز القضائي في إسرائيل ضاع صيتهم عالميا وبحق ولكن يجب أن تكون أعمى كي لا ترى أن أمر ما سيء يحدث لدى محققي الشرطة ورجال وعناصر النيابة العامة لأننا نشهد محاولة انقلاب سلطوي ضد رئيس حكومة بتهم مفندة
وبعملية تحقيق ملوثة. بالطبع أنكم تنبهتم إلى أن قرار أن المستشار القضائي يتم نشره اليوم بالذات بسرعة غير مسبوقة، بل يمكن أن أقول أنه بالتوقيت الأكثر حساسية للمنظومة السياسية منذ قيام دولة إسرائيل، تماما كما أن خطاب الشبهات نشر أياما قليلة قبل حسم الناخب في الفترة الأكثر حساسية من حسم الناخب. أعتقد أن هذه الأمور تظهر إلى أي درجة هذه العملية تشبه شائبة، وهدفها إسقاط لطاحة برئيس حكومة من اليمين، لطاحة به بالطبع من بعكس الشخصيات الكثيرة من اليسار، وشخص يسعى لأن يرى سوقا حرا ليس فقط في الاقتصاد وإنما أيضا في سوق الآراء في الإعلام. رجل رئيس حكومة يؤمن بإسرائيل قوية وكبرى وليس بدولة ضعيفة مقلسة تطأطئ رأسها. ولكنني أتوجه إليكم اليوم ليس فقط لداعمية ومنصري، وإنما توجه أيضا للخصوم السياسيين محترمين يفهمون أنه لأجل أن تزدهر دولتنا لكي تبقى دولتنا قائمة تستمر يجب أن يكون هنا سلطة قانون تتمتع بالثقة. حاربت طوال عمري لأجل الدولة، مررت بالكثير من المعارك، اضطررت لدفع ثمن باهظة، ولكن ما جرى في عملية التحقيق الملوثة ضدي، عملية شملت تلفيق التهم وملفات وإحداث وخلق اختلاق مخالفات جديدة، وصلت هذه العملية إلى ذروتها. وأقول لكم وأسمع ذلك اليوم إن هذا الأمر يهزني أنا ويهز الكثير من الناس والمواطنين في إسرائيل، وليس فقط في الجانب اليمني من الخارطة السياسية، لأن هذه العملية الملوثة تطرح الكثير من الأسئلة بالنسبة لثقة الجمهور بتحقيقات الشرطة وبالنسبة لعمل النيابة العامة. تعلمون جيدا وتم فحص ذلك أن الجمهور يفقد ثقته بهم ويفقد الثقة والوقت وبحق. إذا عملية تآكل بدأت قبل عدة سنوات عندما أحبطوا تعيين روبي ريفلين ويعقوب نئمان كوزراء للقانون، ورفول منعوا من رفول أن يكون مفوض الشرطة، والآن منعوا من أحبطوا احتمال أن يصبح غالي هيرش مفوضا للشرطة. عندما يغلقون ملف رود دافيد نائب العامة للواء لتحصلت على الكثير من الهدايا مقابل التدخل في ملفات لمن قدم لها الهدايا، وعندما يحبطون ملف القاضية ياد غرسة التي قالت بنفسها إن النيابة العامة مريضة ولنا من يزعمها شاين تسان لا يستحق أن هذا المنصب، كل هذه الأمور ليست شوائب وعيوب، إنها طريقة، إنها عملية ملوثة ويجب أن نضع حدا لها. أعرف أن أي انتقاد سنطرحه سيقولون كيف تجرؤ على الحديث ذلك، الحديث عن سلطة قانون، أما تحدثون عندما يوجد عملية كهذه وتسلسل كهذه، أنتم يجب أن ستطرق له، يجب أن تطالبوا بالتحقيق مع المحققين، تحقيق مع المحققين، أنه حان الوقت أن يحصل الجمهور على أجوبة واضحة لكل هذه الحالات، وأيضا بالنسبة للتحقيقات الملوثة التي أديرت ضده. وفي هذه العملية الملوثة لم يبحثوا عن الحقيقة، بل لاحقوني أنا، المحققين لم يضغط المحققين على الشهود أن يكون حقيقة، وإنما ضغطوا عليهم وابتزوهم تحت طائلة التهديد كي يكذبوا ما سعى المحققون لسماعه وليس ما كان. أخذوا نير حيفتس أحد الشهود المركزيين الذي يعتمد عليه ملف 4000 وقاموا بابتزازه وهددوه كما كانوا عوالم في من عالم الإجرام، سنهدم عائلتك، أولادك لن يتحدثوا معك، سننزع عنك كل ممتلكاتك، هذه موجودة في المحاضر، ولكنهم قاموا بإخفاء هذه
هذا الابتزاز من المستشار القضائي للحكومة، وفيما بعد أصدروا أمر منع نشر عنها. لماذا؟ ما الأمر الذي يجب يتوجب حمايته منعه من صدور الإعلام؟ هل كانت النائب العام المستشار القضائي للحكومة يعرفان بذلك وصدقونه؟ هذه العملية الجنائية من الابتزاز تحت طائرة تهديد لإصدار شهادات وإفادات كاذبة من شاهد ملك، عرفنا عن ذلك عن طريق الخطأ، أدخلوا بعض المواد عن طريق الخطأ بالصدفة، ولولا ذلك لما كنا نعلم ذلك ولا ما كنتم أن تعرفوا ذلك. ما الأمور الأخرى التي يقومون بإخفائها عن الجمهور بالنسبة للتهديدات للشهود التي دفعت بهم للإدلاء بشهادات كاذبة؟ فقط بالأمس ألقوا قنبلة أخرى، سمعنا أن الشاهد الملك الآخر الذي يعتمد عليه ملف 4000 المفبرك شلومو فيلبرت أيضا عليه قاموا بألعوبة تحقيقية خطرة، وتم النشر أنه هنا أيضا كان محاولة ابتزاز جنائية وفي هذه بلطجية حتى، وأيضا في هذه الحالة تم إخفاء هذه اللعبة عننا. إن لم يكن الأمر خطيرا ما فيه الكفاية، فإنها نفس الطريقة التي شاهدناها في حالة تحقيق ملوث آخر كان مرتبطا فيه محقق كبير، محقق في الشرطة رفيع المستوى، هدد موظفة في مقر رئيس الحكومة سفيتلانا جودوروديتسكي كي تقدم إفادة كاذبة ضدي وإلا سيتم سجنها. قال لها، وهذا اقتباس، قولي إن نتنياهو أرسلك للاشتكاء، نتنياهو أرسلك لتشتكي على الشاهد الدول شاهد الملك شاهد الملك بني نفتالي نمن نفتالي، وإلا سنتهي في ترتسا في سجن ترتسا. يتهم، يقولون لموظفة في مكتب الحكومة مقر رئيس الحكومة أنك في حال لم تقدم إفادة ضد الشاهد الملك سيتم سجنك في السجن. في أي دولة قانون تحدث أمور كهذه؟ كيف أين يحدث هذه الأمور؟ كيف يعقل أن تحدث هذه الأمور؟ أعرف أنظمة تحدث فيها هذه الأمور، ولكن في أي دولة ديمقراطية تحدث أمور كهذه؟ وأريد أن أسألكم سؤالا آخر، ماذا ما هي الخطوات التي تتخذ ضد ذلك؟ لا شيء، لم ينفذوا أي شيء. وفي أي ديمقراطية يقوم النائب العام بإصدار ورسائل إلكترونية للقادة ويوجههم كيف يتحدثون أمام وسائل الإعلام وبالأساس ضد رئيس الحكومة؟ أي من رسائل إلكترونية أخرى تم إرسالها؟ هناك عدد لا يعد ولا يحصى من الأدلة لتلويث التحقيق وتحقيق وتلويث العملية التي تدار ضدي. أعطيكم المثال الأخير الذي سمعتم عنه بالطبع، محققو الشرطة يأخذون الهواتف من الناطقين بلسان بدون أمر المحكمة وبعكس القانون وبخرق للقانون، ولا غير أنهم يعلمون ذلك، ولكن في الآن ذاته أولئك محققي الشرطة الذين مارس ضغوط كبيرة على الشهود لكي يتحدثوا ويدلوا بفداتهم ضدهم، ولهم المحققون ذاتهم الذين بقدرة لسبب في نفس يعقوب لم اتهموا أعضاء الكنيسة الذين دعموا قانون هادفة لإغلاق جريدة إسرائيل اليوم. 43 عضو كنيسة، 42 منهم لم يسألوا عن التغطية سؤالا واحدا عن التغطية المحببة والمفضلة التي تلقوها من إدعاءات أهرونوت، إذ أنه بحسب النيابة والمستشار القضائي الذي للحكومة سمعناه ليلى إنه فساد، إنها رشوة، إنهم تلقوا تغطية محببة مقابل عملية سلطوية نفذوها ولم يتم تحقيق معهم. لماذا لم يحققوا مع 42 عضو كنيسة؟ لا شيء، لم ينفذوا أي شيء. هذا ما يسمى تطبيق للقانون بشكل انتقائي، ونسميه تطبيق انتقائي على مخدر مسرع. هذا يسمى تلفيق تهم وتلفيق وتخييطا للملفات، يقومون بتخييط بزة لي. هذه البزة جلبتها من الحانوت، ولكنهم اليوم أخاطوا بزة جديدة
فقط لي. إنها المرة الأولى في تاريخ الديمقراطية في تاريخ دولة إسرائيل وفي كل العالم أن محققي الشرطة والنيابة العامة يحققون بالعلاقات بين الإعلام والسياسيين، ولكن يحققون مع شخص واحد فقط أنا. كذلك النائب العام قال إنه أمر غير مسبوق. قال إنه مسبوق، صحيح إنها المرة الأولى، ولكن يجب أن نبدأ من مكان ما. ومن أين نبدأ؟ تعرفون هناك قانون للآخرين وقانون يزرع على نتنياهو. لا يوجد شخص واحد في هذه الدولة لا يعلم كم حصلنا على تغطية سلبية أنا وزوجتي أكثر من أي سياسي آخر في تاريخ دولة إسرائيل، ويتهمونني أنا بالتغطية الإيجابية. هذا ظلم، هذا مستهجن، إنه ظلم يصرخ إلى السماء. ملفات التحقيق الملوثة ضده تأكل وبحق ثقة الجمهور بالمنظومة وبالأجهزة القضائية، ولا بد من وضع حد لها. يستحق الجمهور تحقيقات نظيفة تسعى إلى الحقيقة وتبحث عنها وفقط الحقيقة. الطريقة الوحيدة لإعادة تأهيل ثقة الجمهور في المنظومة وفي الأجهزة القضائية القانونية هو إنشاء لجنة مستقلة لتحقق في ذلك ووضع حد لها. حان الوقت للتحقيق مع المحققين والتحقيق مع النيابة العامة التي تصادق على التحقيقات الملوثة تلك. من جديد أحترم شرطة إسرائيل ورجال الشرطة وعناصر الشرطة وعناصر النيابة العامة، هناك المئات منهم، ولكن يجب أن نفهم أن أولئك الفاسدين في الشرطة والنيابة العامة أيضا ليسوا فوق القانون. الانتقاد إليهم ليس تهديدا لسلطة القانون، بل إنه شرط لسلطة القانون. في الديمقراطية لا يوجد شخص عصي عن الانتقاد، لا يوجد شخص لا يتوجب عليه أن يحاسب. يسمى ذلك ليس فقط الشفافية وإنما المحاسبة، المحاسبة والفحص. أريد أن أقتبس أقوال صحيحة قيلت في هذه المسألة من قبل شخص آخر، حيث قال هذا التصرف من النائبة التي تدير الملف تطرح شبهات كبيرة أن مسألتي لم يتم التحقيق فحصها بشكل موضوعي، وإن هدفها كان أن تؤثر على مستقبلي. في حال أن هذه الأعمال التي خطط اجتازت كل الخطوط الحمر لا تصل حد تنفيذ جرائم ومخالفات جنائية من محاولة تشويش الإجراءات القضائية وخيانة الثقة والأمانة، لا أعرف ما هي الجريمة والمخالفة الجنائية. لم أكن أنا من قال هذه الأمور، من قالها هو أفيخاي مندلبليت عندما أدير ضده تحقيقا من قبل النائب العام ذاته شاي نيتسان. والآن يقومون لي، يفعلون لي ما فعلوا لمندلبليت، ولكن بقوة أكبر والهدف أكبر. أنا رئيس حكومة ويجب أن تعمل بشكل أكبر وتبذل جهدا أكبر لإسقاط رئيس حكومة، وأن تقوم بإجراءات أكثر منهجية وأكثر تلويثا أيضا. للأسف الشديد مندلبليت لم يستطع صمود أمام الضغط الذي مارسه شاي نيتسان وعدد من النواب أعضاء النيابة الآخرين، حتى هو خضع للمنظومة التي للجهاز الذي حاربه وبنفسه. مواطنو دولة إسرائيل، كل منكم يعرف الشعور أنك عندما تتعرض لظلم قارس وتواجهه تقريبا بدون أي شيء تستطيع فعله. ما أمر به ليس سهلا، أنا أيضا إنسان. ما تمر به عائلتي صعب ولا يطاق. يوميا مساء بشكل مساء بعد مساء يسفكون دمي ويتيحون سفك دمي بشر لم يسبق له مثيل. ولن أخفي عليكم إنه صعب علي، ولن أخفي عليكم إنهم اقترحوا علي أن أصبح ضحية وأن
أنبذ قيمي، ولكن الشعور بالعدل والحق يشتعل بي، ولن أقبل أن الدولة التي قتلت لأجلها والتي أصبت لأجلها ونضلت لأجلها وأقدتها لإنجازات غير مسبوقة التي وضعتها معكم في مكان محترم جدا على في خارطة الأمم، لن أسمح أن في دولتنا في ديمقراطياتنا سيتم تلويث التحقيقات بهذا الشكل، سيتم تطبيق انتقائي للقانون، سيتم تشويه القانون بهذا الشكل، لن أسمح للكذب أن ينتصر، سواصل قيادة الدولة بحسب القانون تماما كما هو مكتوب، سواصل قيادة الدولة بالتزام إلى جانب الاهتمام لمستقبل الأمن ومستقبلنا جميعا، لأجل ديمقراطياتنا، لأجل سلطة القانون، لأجل الحق، ويجب أن يفعل شيء واحد، يجب وأخيرا التحقيق مع المحققين. شكرا لكم.